السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفاء إن شاء الله بحنجي. أفرأيتم اللات والعزى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. और पढ़ना है आपको لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى دوسرا سؤال ہے أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة بسم الله الرحمن الرحيم فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. شفاء آپ کے لیے آخری سوال ہے سورة دہر. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بارك الله فيك.